الوراثة وعدم النوم لساعات كافية والحمية الغذائية الخاطئة من أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وتؤثر هذه المشكلة بشكل كبير على نفسية صاحبها، ويلجأ الكثيرون لعلاجات مختلفة، بعضها ينجح نسبيا وبعضها يفشل. ولكن ما هي الطرق الصحيحة لمعالجة المشكلة؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة رزان قادري، استشارية أمراض جلدية. سأبدأ من حيث السؤال اللي طرحته زميلتي مروة، ما هي الأسباب؟ أهم سبب والناس ما بيعرفوا هالشي، أنه ممكن يكون في هشاشة عظام مبكرة بسبب نقص الفيتامين د الشديد. ونحن عنا شائع جدا بمنطقة الوطن العربي أنه عنا نقص فيتامين د شديد، فعلى من أهم وأول الأعراض للشيخوخة هو الهالات السوداء، لأنه بيصير الجلد بيقعد مباشرة على العظم الضعيف، وبالوسادة بين العظم والجلد بتخف مع الوقت، فبيصير انعكاس تأثير التندل، بيصير زرقان، وبالتالي بيصير يؤدي إلى غمقان في منطقة الجلد في الجفن السفلي، ومع الوقت كمان بيصير بالجفن يعني العلوي. يعني اول خطوات الشيخوخه طبعا من اولهم للاسف الله الشديد. يبشرك بالخير. الله يسلمك. يعني انت بتتكلمي عن I wish I could say يعني something else بس ما بقدر للاسف. احنا بنتكلم عن كبار السن كده، لكن ما بنتكلمش عن يعني اول الاعراض، خاصه في اواخر العشرينات او الثلاثينات، لانه نحن ما بنحفز الكولاجين بعد السن 30. فاول عرض لهالشيء الاعراض هو الحالات الداكنه. يعني هناك بعض الحالات في اقل من هذا العمر، من ال 18 ل 17 سنه تكون هالات سوداء. بالتاكيد الوراثه بيلعب دور، اللي عنده نسبه ميلانين كثير عالي بجفن، لانه الجلد رقيق كثير وبيعكس على العظم الابيض بيعطي غمقان، يعني هذا التندل افكت من العلم الفيزيائي في اللايت فيزيكس. فكل ما كان الجلد اغمق كل ما بيعطي هاله داكنه على سن مبكر. طيب بالنسبة احنا اتكلمنا بالنسبة للعامل الوراثي، خلينا نتكلم عن الأسباب بشكل تفصيلي. صح. غير الشيخوخة المبكرة وغير هشاشة العظام، نتكلم ايه. عن أسباب تانية ممكن تسبب تباطؤ الدورة الدموية بالجفن، النقص الشديد للفيتامين د والحديد والمخزونة الحديد، نقص الأكسجين، يعني الأنيميا. الأنيميا exactly. كمان نقص الحديد، فالباد نوتريشن إذا بيؤدي إلى نقص حديد شديد ممكن يؤدي إلى الهالة السوداء. والتدخين من الأسباب، العلاقة وثيقة مع التدخين أيضا. أكيد من يدخن كثيرا تضر، يعني من الأعراض، يعني مجرد ما نشوف كأطباء جلدية بنعرف المدخن من بعد 50 متر. عادة يقولون بأنه السهر الكثير هو من يولد الهالات السوداء، هل هذا صحيح أيضا؟ طبعا بيساوي، لأنه بيساوي تباطؤ الدورة الدموية، لأنه نحن لازم ننام ولو أقل من يعني 7 ساعات في الليل مشان يكون في ترميم للجفن، لأنه الجلد الجفن كتير رقيق وكتير حساس للأعراض. فمن تباطؤ الدورة الدموية بالجفن ممكن يكون من أسباب السهر. طب بالنسبة للأشخاص كيف يتم تشخيص الحالة وإنها بحالة للذهاب إلى طبيب؟ يعني إذا كانت غير وراثية، حالة مرضية، كيف أتعرف عليها؟ هي ما لها حالة مرضية، هي عادة حالة تجميلية وما ما بحاجة لل، لا إذا كان في نقص زي ما، لكن إذا في نقص يعني أي دكتور قبل ما يحط فيلر، لأنه دائما الدكاترة الجلدية والتجميل ممكن فورا يروحوا للفيلر، قبل ما نلتجئ للفيلرز نساوي فحص دم للفيتامين د، فحص دم للنقص الحديد، وننصحهم انه ما يسهروا، اذا سهروا ياكلوا شوكولا الصبح، راح اقول لكم عليه في اختراع جديد في انجلترا هالمره مو من امريكا، شوكولا ممكن يحسن نسبه الاكسجين والحديد، ويساوي شويه ثيكنينج للجفن، فبالتالي بيرممها اي وبيحسن الوساده بين الجلد والعظم، فمع الوقت استخدامها ما هي هذه يعالج الموضوع. ما هي الوساده اللي بين الجفن؟ الأدمة فيها كولاجين، فيها إلاستين،
ومع الوقت هذا بيروح. طيب هل معنى ذلك انه حينما نذهب الى عياده التجميل او الدكتور الجلديه نطلب الكولاجين او غيره؟ لا، في طرق غير الفيلر انه ممكن نعطيكم الليزر، الالترا ساوند اللي هو الرنين الصوتي، ممكن العلاج بالالثيرابي، بس ناخذ كولاجين، فينا ناخذ حبوب كولاجين، والان في شوكولا. ايوه انا احب هذه الفقره. الشوكولا هذا بيحفز الفايبر بلاست اللي بيصنع الكولاجين، وبيعطي بعد 4 أشهر من استخدامه علاج للهاله السوداء، انه بيسمك الجلد، بيخفف من اللون، سكر كثير فبالتالي يعالج الهاله السوداء، خالي من السكر، خالي من السكر. اخترعوه في جامعه كامبريدج، وحطوا فيه ماده الاستازانثين اللي بنستخرجه من السالمون والروبيان. فطبعا ما كل الناس بيحبوا الاكلات البحريه، فممكن ياخذوا لوحه شوكولا صغيره الصبح خالي من السكر. اتس هيلثي. خليني اذوقها. تفضل. والله بذوقها انا. طيب الخلطات اللي ممكن يستخدموها، زيت على السريع، زيت اللوز، زيت الفيتامين اي، تنصحي فيهم؟ الفيتامين اي كترطيب اي، والزيت الكاكاو كمان، جوز الهند، عفوا زيت الكاكاو او الجوز الهند ممكن كمان يحسن مع الوقت. حلوه يا والله، يا كويسه داكنة. شكرا جزيلا على كل شيء، على هذه المعلومات، على الشوكولا. عفوا. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه دكتوره زان قادري.